عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك. كان هناك رجل بدين وفاحش الثراء، ظهر وهو يتقلب على سريره الفاخر وحوله كل أنواع الثمار والفواكه على قدور من الذهب الخالص. إنه واحد من مئات بالغي الثراء في تلك القرية التي يسمونها جنة الله في الأرض، إنها جنة فعلية. كان ذلك الرجل يمتعض وهو يتذكر ذلك الفقير الذي عكر ليلته وهو يطلب منه بعض الطعام. يا له من بغيض حقير، جرؤ على تعكير صفوه، جرؤ على اقتحام عالمه الكامل الذي يملكه تماما. فجأة قطع أفكاره صوت انفجار رهيب، وهنا رأى بعينين مذعورتين سقف منزله وهو يتهاوى أمام عينيه، والسماء كأنها جهنم تهبط عليهم جميعا. إنها النهاية. واختنقت صرخة رعب في أعماقه والنار تسقط عليه بلا رحمة. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الإشعارات. أرض الصريم وأصحاب الجنة الذين ذكروا في القرآن الكريم في سورة نون. إنها الجنة التي كانت بساتين من نخيل وأعناب، جنة حقيقية كانت تقع في اليمن على بعد 20 كيلومترا من صنعاء في الطريق المؤدي إلى محافظة عمران، وهي أيضا قريبة من قرية ضروان التي ذكرت في التفاسير وما زالت تحمل ذلك الاسم إلى يومنا هذا. المذهل أنك إذا شاهدت هذه المنطقة ستفاجأ بأنها شديدة الضخامة، شديدة الوعورة، شديدة الجفاف، وهي بالكامل محروقة. نعم، محروقة حرقا شديدا، كأن جهنم فتحت أبوابها على هذه المنطقة حتى أن أثرها لا ينمحي أبدا. إنها حتى أرض ميتة تماما، لا تخرج زرعا ولا يرعى فيها حرثا ولا تجد فيها أي مخلوق حي. إنها حتى سوف تمزق قدميك مهما كانت متانة ما ترتديه فيها، لأن جميعها أحجارا سوداء محترقة ومدببة، وإذا توغلت فيها ستشعر برائحة الموت يملأها كأنها قطعة من الجحيم. إنها حتى لا تشبه أي أرض قاحلة، تذب الرعب في قلبك بمجرد التوغل فيها، ولا يصدق أحد أنها كانت ذات يوم جنة رائعة مليئة بالخيرات، جنة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد اتخذها شعب اليمن مركزا للتعبد وللاحتكام، بل وأيضا للتبرك بها، وكانت شديدة النشاط البركانية، وكانوا يعتقدون أن النار ستأكل الظالم وستنجي المظلوم. يقال أن الثورة البركانية التي حدثت في هذه المنطقة كانت هائلة بكل المقاييس، وكان لها دوي رهيب يصم الأذان على بعد مئات الكيلومترات، ويقال أن صدى انفجاراتها تكرر لقرون طويلة قبل الإسلام وظهوره، واستمرت الأقاويل التي تحدثت عنها من الرواة في عصر الإسلام ثم وصلت إلى كتب التفسير والتاريخ ومؤلفات المؤرخين والجغرافيين. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وفي ذلك آية وعبرة لآل قريش الذين ضرب الله لهم ذلك المثل ليتعظوا، ومع ذلك لم يترددوا في تكذيب كل ذلك وإنكاره كما تعودنا من كل أفاك أثيم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان شيخ له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله حتى يعطي كل ذي حق حقه. فلما قبض الشيخ وورثه بنوه
وكان له 5 من البنين، فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملا لم تكن حملته من قبل. فراح الفتية إلى جنتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمرة ورزق كبير لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم. فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله وخرف، فهلموا نتعاهد ونتعاقد فيما بيننا ألا نعطي أحدا من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئا حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثم نستأنف الصنعة فيما يستقبل من السنين المقبلة. فرضي بذلك منهم 4، وسخط الخامس وهو الذي قال الله تعالى عنه: قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغنموا. فبطشوا به فضربوه ضربا مبرحا. فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارها لأمرهم غير طائع، فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن يصرموه إذا أصبحوا ولم يقولوا إن شاء الله، فابتلاهم الله بذلك الذنب وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا قد أشرفوا عليه. إن هذه الأحداث تبين لنا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الذين أعطاهم الله كل شيء وجعل لهم من قريتهم جنة فعليا، وأعطى لأهلها من العز والمال والطعام ما لا يتخيله بشر، ومع ذلك طغوا وعاثوا فسادا، وكانوا يقسمون ألا يعطوا الفقير حقه ولا يحافظون على ميثاق الله وعهده. لكن هل نفعهم ذلك في شيء؟ هل أخذوا ثرواتهم معهم بعدما ماتوا؟ كلا بالطبع. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن الله عز وجل يعطي كل ذي حق حقه، وما هو بغافل عن شؤون عباده، والطاغي الظالم جزاؤه معروف. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم آمين. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.